يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي منصة أبو كبير ميديا في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم في لايف جديد. اللي انت شايفينه دوت تكييف، يعني كما أطلق عليه أحمد صاحب الفكرة تكييف الغلابة. التكييف دوت موجود، إمكانياته والحاجات اللي هو عامله بيها موجودة في كل بيت. أحمد اخترع تكييف من لا شيء، يعني زي ما انتوا شايفين كده حاجات كده، ده التكييف من جوه، إمكانيات بسيطة جدا جدا احمد عاملها من البيت. يعني هنعرف دلوقتي ايه السر اللي احمد عامله، وايه اللغز دوت، والتكييف ازاي بيشتغل بقوة عالية جدا، وازاي بيطلع البرودة دي ما شاء الله، وكمان في سرعات حاجة كده جميلة جدا جدا، وشرف لكل حد. عايزينك بس في الاول يا احمد تعرف نفسك وتقول لنا ايه. تحت امرك انت وحضرتك المتابعين، شرف لي مع حضرتكم احمد سامي من الدراسه المركزيه النصر، ده اهلي. تمام، انا شغال. والله قبل اي حاجه انا شغال حداد كريتال، علشان برضه في تعقيب في الكلام. انت قلت اختراع، هي فكره وليس اختراع، هو موجود من زمان، هو تكييف صحراوي. تمام، اول حاجه ده والدي الحاج سامي، ربنا يخليه له يحفظه لي ويرعاه. تمام، طبعا زي ما قلت لك انا جيت اشتري، والدي ده يعني تعبان، عنده ظروف صحيه. تمام، فعلشان ان انا اركب، قلت له يا والدي انا عاوز ان انا اركب لك تكييف عشان الحر، انتوا فاهمين الحر في مصر. قال لي يا احمد انا مش عاوز لانه مكلف وغير كده هيتعبني. فقلت له خلاص، يعني انت مرتاح على المروحه، هي قدامك هي المروحه. تمام، قال لي مريحاني، ابص الاقي تعبان. قلت له خلاص انا عامل لك حاجه يا رب تنول اعجابك، بما اني كنت في السفر في احدى الدول العربيه. تمام، عارف فكره التكييف الصحراوي، فعندي البرميل، برميل طبعا بلاستيك عشان يبقى عازل. تمام، عند المروحه يعني ما اشتريتش حاجه، مروحه. تمام، عندي هنا خيش، شكاره خيش، تمام، جواها كرينه، عندي هنا موتور غطس بيرفع الميه من تحت، يرفعها فوق على الخيش، تنزل هنا في فتحات في الجنب، لو تقدر ان انت تبص الفتحات ديت. تمام، بحيث ان هي تهويه تنفيس نفس. تمام، وعندك هنا عوامه، العوامه دي لازمتها ايه بعد اذن حضرتك كده؟ عندي هنا في ايه؟ جلبه انا مركبها تبع العوامه، علشان لو انا في مزرعه او مش حابب كل شويه ان انا اجيب ميه واكب ميه واكب، لا انا موصل الخرطوم توصل لغايه المنسوب بتاعها تفصل الميه تلقائي. تمام؟ الميه اهو امن. وغير كده معلش في الكلمه، ما هوش مكلف، انت مشغل مروحه، انت مشغل على الفيشه بتاع لمبه. فيشه اهوت، والله العظيم فيشه اللي هي بتاع المروحه، بس هي كلها وامن. يعني انا عندي هنا اولاد اختي برضه، تعالى بعد اذن حضرتك كده، مش هعمل حاجه يعني تضر اهل بيت، يعني مش دي الميه اهي، يعني لو في ميه في كهرباء، ما انا اخاف على نفسي واخاف على اهل بيت. يعني ما فيهوش اي تسريب كهرباء ولا اي حاجه، ولا اي حاجه خالص. اها، في ناس بقى بيقولوا بيعمل ربو، بيعمل مش عارف ايه، ولا بيعمل اي حاجه. انا بستخدمه دلوقتي بقى لي اكتر من شهر ونص، قسما بالله والدي بسم الله ما شاء الله مرتاح عليه، ربنا يخليه. واهم حاجه راحتهم، لان احنا من غيرهم ما نسواش. اكيد. قول لنا بقى يعني الفكره جات لك ازاي، يعني الخطوات بتاعت التنفيذ بتاعك. الفكره سهله ممكن تيجي لاي حد؟ الفكره انا عامله في نص ساعه يا صاحبي. بص، نص ساعة. والله انت وانا وانا وده وده وكل الساده الكرام اللي بيشوفونا ممكن يعملوا اي حاجه تتوقع. يعني انا بقول لك انا كنت عاوز اعمل مغسله بتاع سجاد، مغسله سجاد، وهعملها ان شاء الله، وهتيجي تتصور معايا وتنورني وانت مع اهلك، ويعني حبيبي الله يصلح حالك. بس عايزين ممكن تفصله بس تاني ونشغله اهو. لما بيشتغل بقى ايه الموتور اللي بيتحرك جوه؟ ما هو الموتور، الموتور الغطس اللي هو ده. تمام، موتور الغطس اهو، ده موتور غطس، ده الموتور الغطس. تمام، تمام اهو موتور غطس اهو، امن وما فيهوش اي حاجه. هو الموتور ده بتاع السمك، يعني بتاع السمك، هو بيعمل ايه؟ بيرفع المايه من هنا، تمام، تنزل على الخيش. انت دلوقتي المروحه ديت زي نظام شفاط، ممكن تركب كمان شفاط، بس الشفاط هيعمل صوت ومش هيحدد ان انت ترمي. معلش، ما هو ليه لغز برضو ان انا احطها، ده كده ابتدى يشتغل، كده ابتدى يشتغل. انا ليه لغز ان انا احطها مروحه لهدف معين بعد اذنك. المروحه دي فيها مميزات كتير ايا النوع، بس ديت حاجه متوفره عندي. المروحه فيها سرعات افصلها، بس طبعا الموتور ده ما يفصلش لان انا ايه عامله مشترك. ممكن ان ديت اتجاهات، يعني انا ابقى قاعد انا وانت ووالدي ترمي علينا كلنا. يعني تمام، دقت التفصيل. انا ما دي نقطه انا مستغلها برضه، ما يمكن انا عاوز انام يا عم ومكسل وجاي هبطل من الشغل، ما انا شغال حداد. انا شغال حداد، بعمل خزانات وفران وبوابات اي شيء، وعندي افكار هعرضها لك برضه تنزلها على الموقع. تمام، تمام، ده بيحدد اهوات، هيقوم محدد لك الوقت، هيقوم فاصل لوحده تلقائي.
يعني انت كمان في تايمر بيفصل يفصل اهو بقى. ما نعمل اكتر من كده؟ اقول لي انا اعمل اكتر من كده؟ والله انا مستعد ان انا اعمله بس بقلل الامكانيات، انما لو في امكانيات طبعا الديكور هيطلع افضل. طبعا الامكانيات ذات نفسها هتبقى افضل، بس ده مستواي وده الامكانيات اللي عندي باقل شيء. يعني معلش ده انا كنت جايب فيه اغراض اللي هي شحن، وطبعا البرميل ده موجوده في مصر يعني ما موجود. قول لنا بقى ايه يعني، انت حاطط طبقه عزل في البرميل ولا انت ولا حاطط طبقه عزل؟ ما هو البرميل ما هو معروف البلاستيك عزل للكهرباء. لا عشان مثلا مع الوقت ما يتلفش او يحصل له. لا البرميل تخنته ذات نفسه هي البرميل البلاستيك ما تسالش بها، ده تستحمل عمر. وغير كده البلاستيك معروف هو عزل للكهرباء تمام. يعني البلاستيك عامله عشان انما لو انت هتعمل مثلا، ما هو مشكله لو انا عملته خشب، الخشب بيجي بعد وقت ويعفن من كتر الميه يعفن، انما لو انا عملته صاج هيبقى وصل معايا كهرباء، وغير كده هيبقى مكلف لان انا هطعج ومش عارف ايه واركب شفاط. يعني انا ممكن اعمل لك التكييف اللي انا بتكلم عليه ده، بس المزرعه بتاع فراخ، مزرعه مواشي، هيكون كبير وشفاط، بس انت محتاج تعد. انا مش هعمل ده، انا مش محتاجه هنا، انا مش محتاج ده هنا، انا محتاج حاجه تديني ريحه طراوه، مش بروضه، لا طراوه. والحمد لله عطينا بروضه، وانت شايف وتحكم احسن من المروحه، وانت شايف وتحكم، وحاجه احسن من المروحه بس شوية. مش تكييف ولا مروحه، الله ينور بس عليك، حاجه كويسه. وتعقيب برضو على كلام حضرتك، يعني مش تعديل، تعقيب، هو موجود والفكره موجوده من زمان، يعني مش انا اللي اخترعتها، انما في فكر كتير من دماغي انا ممكن ان انا اعملها. يعني كاحمد عندك افكار؟ عندي افكار، انا مستعد ان اورد. وحابب انك انا حابب ان اطور وحابب ان اعمل، بس معلش يعني ايدي متكتفه، انا عاوز الساده المسؤولين بس ينظروا لي نظره شاب عاوز يبني مستقبله ويعيش بالحلال. انا وحيد والدي، وحيد ابويا وامي تمام، محتاج ان انا افتح ورشه، محتاج ان انا اتجوز، محتاج كل ده فوق دماغي. طب في ظل الظروف اللي احنا فيها محتاج ان انا اتشاف، بدل ما اعمل معلش زي ما احنا بنشوف وكده وكده، وانا اهلي مش شبه كده. انا محتاج، انا بطالبكم اهوت وبطالب كل اخ واخت شاب كبير صغير بيشوفني، ان هو يشوف شاب مكافح حاوز يبدا حياته بالحلال، مش طالب اكتر من كده قسما بالله. بس انا عايز اعمل يعني مثلا المغسله دي، المكنسه دي، السجاد تمام، انا عاوز دلوقتي ان انا اغسلها، مش هقعد اعمل لك فرشه واقعد اعمل، يا اما هوديها لمغسله السيارات كده هتبهدلها لي، او مثلا مغسله تخصصي هتتبهدل بس مكلف. طب ما انا اعملها لك بدل ما تشتريها مثلا ب 15 ولا ب 10 ولا حتى ب 5000، انا اعمل لك المغسله دي ديكور اعلى وامنها، خليك ترش فوق منها ميه تمام. وحسب بقى اشوف التكلفه ايه، لان انا لسه ما حسبتهاش، لان محتاج اقل ما فيها ممكن تعدي ال 2000 ونص 2000 تمام. امنه وانا هستخدمها لك هنا في بيتي باذن الله، تنورنا. بس انا ما فيش اجيب منين؟ معلش اطلع اعمل حركه يمين في شمال عشان اجيب فلوس عشان اعمل بقى فكره صح؟ طب ما انا ابتديها صح، ابتديها بالحلال. يعني برضو زي ما في ناس يعني ابتدت من صغير، انا الحمد لله زي ما انا قلت لك ان انا صنايعي، ما بقعدش، ما فيش شغل في مجالي، بطلع برضو اشتغل في اي مجال، المهم اكفي بيتي. طيب احنا بقى عشان الناس اللي لسه داخله، ممكن تشرح لنا الفكره تاني؟ التكييف دوت اللي هم بيقولوا عليه تكييف الغلابه. ما هو تكييف الغلابه. واحنا الغلابه بنحس ببعض يا حبيب قلبي. قول لنا بقى دوت انت بدات الفكره، ما فيش ابسط منها، لان انا قلت لك حتى لو انا جالي تمام، يعني مش حابب ان ده مش مجالي، مش حابب ان انا اشتغل فيها، انا حابب مجالي اللي هي الحداد تمام. بمناسبه التكييف، انت عندك برميل اهوت سواء مضلع، لان مضلع الجنب ده صغير والجنب ده كبير تقدر ان انت تفتح فيه تمام. اول حاجه بتجيب اذا كان عندك المروحه او الشفاط تمام، وتاخد مقاسها بتعمل لها حاجه محكومه تمام، الفتحه محكومه. بص انت على الفتحات اللي هنا محكومه، القص محكوم تمام، حتى التفاصيل اللي بتعملها ما هي محكومه علشان تديني دفعه هواء. ما هو انا لو قفلت الجنب ده، انا لو قفلت الوقت من فوق على فكره مش هيبقى الصوت، بس انا مش عاوز الصوت ده، الصوت ده لطيف عن الصوت التاني تمام. صوت ماط ميه، انما التاني كده لا انا مش عاوزه تمام، عشان برضه يبقى قاعد ومرتاح. كل ده علشان خاطر الوالد، ربنا يخليه ربنا يخليه تمام. معلش انا هلفه لك، انا عارف ان هو ما اتجاه، احنا متكيفين وانت عرقان انت، معلش هلفه لك يا حبيب قلبي ماشي.
فتحت الفتحه دي هتضطر هي عامله زي الانسان مش انت تتنفس سواء من مناخيرك او من بقك هي نفسها محتاجه ان هي تتنفس بتفتح لها نفس تمام اهو على قد ما تقدر اديها فتحات مش هتقول لك لا تمام على قد ما تقدر اعمل لها فتحات بس اما حاجه تسيب 50 سم او 30 سم تحت تحس ان الكون فيها ميه يبقى منها المطور منها تحط حته ثلج انت ومزاجك تمام هبطت من الكلام بحرقني كتير المهم يا حبيب قلبي عملت منسوب الميه لاحظ ان المنسوب ده كل واحد لان انا معلم هنا اهو المنسوب كل واحد انت مظبط كله كله مقاسات واحد تمام انا بقول لك نص ساعه قسم بالله كنت عامله نص ساعه انا كنت عامله رحت عند واحد صاحبي هنا منجد عمل لي اللي هي الشلته ديت لان برضو من دماغي وبرضو الوالد اللي قال لي عليه يابا انتوا كنتوا زمان شوف الواحد عشان فصله عرق اهو هنبدا بقى نشغل بقى المهم يا قلب اخوك خط بعضي عمل لي الكرنه دي كنت بقول له يا حاج دلوقتي انت زمان ما كانش في ولا في ثلاجه ولا في مبردات انت بتعملوا ايه عشان تشربوا شويه ميه ساقعه قال لي يابا احنا بنسين السنين تجيب الخش ده اهو تمام تقيل تمام انا مش عاوزك تصور من هنا عاوزك تصور من ورا من ورا عشان يبقى اوضح لك اهو تمام صور هنا الخش ده في بقى على فكره ده مش كويس كمان ده اللي ده يبقى كويس على الفكره اللي انا بقولها لك اللي هي بتاع ال بتاع تبريد الميه لو هتبرد على جيركن انتوا عندكم في الشرقيه بيستخدموها كتير وبيحطوها على البوظه مش بتلاقي الجيركن بتاع البوظه محطوط عليه حته خش يقعد هو يكب على ميه ليه عشان تسقعها ما هي موجوده برضو يا صاحبي عندكم في الشرقيه وفي الدنيا كلها انا استخدمتها المفروض ان انا ما كنتش احط من الضيق ده المفروض كنت انا احط من الواسع سن بس ده اللي متوفر عندي ده اللي متوفر عندي بس هو ما قصرش هو مستخدم بعد الخيش بتجيب طبعا خرطوم ميه مع موتور الضغط بتوصل طبعا تكون حريص جدا في توصيل الكهرباء الكهرباء هنا اهي شوف الكهرباء هنا اهي كهرباء للمروحه بس للمروحه وللموتور يعني انت ممكن تركب فيوز او اللي هو الدقمه اللي هي الصغيره ديت اللي هي السوداء اللي هو الزرار الصغير ده بحيث ان هو يفصل موتور الكهرباء ويفصل المروحه بس ده طبعا محتاجه راجل فني انا بقى ما انت الله انا عقلي جنة على قد كده تمام بس لو انا صحيت هام فهمتني الموتور المايه هو بيرفع فين بيرفع على ايه على خيش انت عندك الهواء ديت في هنا جنب رافع اللي هو طرد بره وجنب شافط الشافط جوه بيشفط منين بيشفط من البرميل بيشفط من البروده اللي في البرميل ايوه البروده ديت لما بياخد النفس الهواء هيجي لك من هنا هيجي لك من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا من الفتحات اللي هي فين في البرميل كلها فيديك ايه سن التراوح ولو سبتها على فكره تسقع يعني لو انا كترت لها حتتين ثلج مثلا كبار تسقع كانه تكييف فريون بالظبط شغال قول لنا بقى التكلفه لو حد عايز يعمله يعني لو حد يعمله ممكن يخش له في 1500 ده لو مثلا ايه هيشتري كل حاجه لا هيشتري كل حاجه انما لو هتعمله بالبيت مش هيكلفك مثلا 300 جنيه يعني 200 جنيه بالظبط مش هيكلفهم اكيد موجود في البيت البرميل والمروحه ومش عارف ايه والكلام ده كله تمام انا جبتها لك وديتها يعني لان انا بحب افيد الدنيا كلها انا نفسي ان انا افيد بلدي تمام نفسي الاقي الامكانيات اللي تساعدني ان انا افيد بلدي على فكره يعني اللي قدامك ده انا كنت شغال في احدى الدول العربيه كنت بعمل شغل قسما بالله بيروح دوله عربيه اخرى لا داعي لتحديد البلاد بس انا مش هقول لك اكتر من كده وانا هبعت لك الفيديوهات وهتنزلها باذن الله لسه يعني احنا زي ما احنا شايفين كده اعزائي مشاهدينا يعني تكييف في البيت زي ما بيقولوا كده تكييف الغلابه معمول بامكانيات بسيطه جدا جدا موجودة في كل بيت مصري او في موجودة في كل البيوت حاجات بسيطة شاب جميل جدا يعني من الشباب المصريين المكافحة اخترع تكييف لظروف تعب والده يعني عام جاب مروحة مكتب على برميل مطور مية على خيش وعمل تكييف يعني زي ما بيقولوا كده بقوة تبريد عالية جدا قلنا بقى يا احمد يعني نهاية في النهاية نفسي في ايه هو نفسي في حاجه واحده بس وربنا ينولها لي تمام انا ما نفسيش غير ان انا ارضى ابويا وامي تمام فعشان ارضهم محتاج ان انا اتجوز طبعا محتاج ان انا افتح ورشه علشان اصرف علشان انا مطالب من الساده المشاهدين او اي حد من المسؤولين تمام يشوف ان ده شاب عاوز يبقى حاجه لمستقبله بالحلال
شوف ده اخوك، معلش صاحبك، ابنك، اعتبره زي ما تعتبره واعتبريه زي ما تعتبريه، بس انا قلت لك على اللي جوايا بكل صراحه، وانتوا بقى اللي تحكمهم، بس انا ما اقدرش اقول اكتر من كده. ثانيه وانت مختار بقى المغسله اللي انت بتقول عليها ان شاء الله نعمل، ان شاء الله والله ان شاء الله، بس اما نحلها بس ان شاء الله الحمد لله ان شاء الله. شكرا جدا ليك يا احمد، شكرا جدا ليك يا حاج، شكرا جدا ليك، شكرا جدا ليكم اعزائي مشاهدي ومتابعي منصه ابو كبير ميديا في كل مكان. كنا النهارده معاكم مع احمد، شاب جميل جدا، ووالده ربنا يخليه له يا رب. حركه من دي بقى كده كده عشان يضلنا كده كده. شكرا جدا ليكم، وانتظرونا في لايفات تانية كتير. دمتم في امان الله.